Let me see you jump around.
مساء الخير لكل اللي عم يشوفونا ببطولة لاندي العربية لايف. نحن على الوان تي في لحتى نكون مع البطولة اليوم. المباراة يلي بالنسبة للترتيب أكيد صار معروف تقريبا كيف الترتيب. عم يلعب فريق هومنت من بطل لبنان حامي اللقب الأندية العربية، وامبارح لعب مباراة رجال الهومنت من يلي كانوا عم يلعبوا ضد سبورتينج مصر بطل مصر. فاذا اليوم عم نكون نحن وياكم الهومنت من عم يلعب ضد قلنديا من فلسطين. تحيه لفلسطين وكل الشعب الفلسطيني الصامد على طول، حتى بالرياضه انتم بتنوروا وبالبيض بتبيضوا الوجه على طول. فاذا نحن معهم فريق فلسطيني عم يعمل كل مجهوده بهالبطوله وبهالدوره اللي عم تلعب بطوله الانديه العربيه 31. نحن وياكم رح نكون لكن مع هالمباراه. من بكره رح يكون في الكوارتر فاينل، فريقين من لبنان موجودين الهومنت ومن بيروت، فريقين عن جد عم يلعبوا بشكل رائع، صاروا هيك فايتين بجو المباراه، عم يلعبوا باسكت بول على مستوى عالي كثير. الفرق كمان الباقيه كلها عم تتمنى لهم كل التوفيق. 11 فريق 4-4 بيلعب واحد ضد الرابع من ثاني مجموعه، العكس كمان، والثاني ضد الثاني، الثاني ضد الثالث. بنعرف ساعتها لنقول الخميس مين راح يلعب السيمي فاينل او البطوله او الدور نصف نهائي، بعدين الفاينل الاحد لايف كمان راح نكون احنا وياكم على الام تي في والوان تي في. بكره 7:30 اول مباراه على الوان تي في راح تكون لفريق بيروت، وبعدين بعد الاخبار عفوا الساعه 9:30 او 10 للثلث راح تكون المباراه الثانيه اللي راح تكون هومنت من كمان عم يلعب مباراه ثانيه مع فريق العربي القطري، مباراه قويه. راح نروح لعند جايال. مرحبا جايال. مرحبا. ثانك يو على كل الانترفيوز، على كل هالجو الحلو اللي عم تحطيه جايال. هاي كريم، اليوم عم نشوفك لك دور اكبر بالفريق وعم تكون من الستارترز، وهلا مثل ما كنا بنعرف انه البطوله صارت باجنبيين، قد ايه حاسس بمسؤوليه تجاه فريقك؟ مسؤوليه اكيد اكثر، يعني صارت اجنبيين البطوله، فبيتطلب اكثر من لاعب اللبناني، ومش بس انا، يعني كل لعيب اللبنيز كلنا we're stepping up our game and not the performance عم نعطيها على الملعب. Good luck. Thank you. نرجع لعندك توني. شكرا لك يا الملعب. عم تشوفوا هون ملعب مباشرة من ملعب بلدية الشياح، عم نشوف المباراة اللي عم تلعب هلا رح تكون بين فريق الهومنتمن وفريق قلنديا من فلسطين. مباراة بالنسبة للترتيب صاروا معروفين، فاز 11 فريق مشاركين 4-4. بكره رح نبلش نحن وياكم المباراة الربع نهائي، رح تكون عم يلعب فريق بيروت ضد فتح السعودي الساعة 7:30 على الوان تي في مباشرة. فيكم تشوفوها مثل ما عم تشوفونا هلا مع كل تشجيعكم وحماسكم لبيروت، لنادي من لبنان عم يلعب بطولة الأندية العربية. متكلين عليكم. 9:30 كمان رح يكون في مباراة هومنتمن ضد العربي القطري، مباراة مهمة كنتوا شفتوا قبل شوي. العربي القطري عم يلعب ضد نادي بيروت، فريق ممتاز من برا على 3 بوينت شوطات بيفتح اللعبة، كمان بالنسبة له للأجانب التبديل للاعبين القطريين يلي كمان ممتازين. فإذا المباريات نيناتهم نطلب انه تكونوا كتار، كل الجمهور يلي عم يشاهدنا على الوان تي في تكونوا مع فريق بيروت فريقكم ومع فريق هومنتمن فريقكم كمان. رح نكون بانترفيو بهالوقت كمان جايال. مع نديم. تفضلي. نديم، هيدا اخر جيم لكم بالبطوله، شو تعلمتوا منها لهيدي البطوله تتروحوا ردي على الدوري الفلسطيني؟ علمنا يعني في ليفل ثاني للعب غير، وشفنا العالم العربي فيه لعيبه احسن منا، وفي يعني فرق كثير منيح وعندنا يعني منا خبره اكثر، يعني هيك تعلمنا شيء كثير منيح، كثير لانهم يعني. شكرا لك. عفوا. نرجع لعندك بارود. فاذا كلونتي اللي عم شوف فريق فلسطيني كل الاحترام وتقدير له، هذا الفريق يلي فريق هيك من الشباب قلنديا يلي من خلال البطوله بالدرجه الاولى الممتازه موسم 2016-2017 احرز اللقب لاول مره، والفريق يلي فيه اثنين موجودين اجانب بهالفريق. مباراه يلي عم تلعب فاذا هلا الجايل عم تمرن على الشر، عم الجايل الله اصليه عم تطلع معها اصليه. قلت لي يا جورج شرف، تفضلي جايل. وني وني يلا يلا 1-2-3 شر شر. فيري نايس جايل، ثانك يو على كل شيء، على كل المقابلات، على كل هال المساعده اللي عمكم موجودين حد بعض. والحلو جايل على طول بخبر انه مع جورج خليل المخرج كل هالتيم ورك اللي موجود، هيدا الاساس وهذا يلي بيعمل البطوله. مع الجوي بتعرفي الجوي سعيد، سعيد الجوي. عم شوف اذا الهومنتمن اللي عم يلعبوا باتريك وعبود، لعب ممتاز باتريك، عم يلعب كريم زينون رستم، يا ها بيم المباراه امبارح لرستم جونسون، كريس جونسون وهاتش كمان عم يلعبوا بشكل منيح.
ميتشل اللي عم تشوفوه رقم 4 وعودي الرقم 13 15 قاسم، واللاعب كمان اللي عم شوفه هذا لاعب اجنبي مع فلسطين يلي هو فلاندو، النشيد الوطني الاحب والاعز على قلبنا النشيد الوطني اللبناني. شباب من عندكم يلي بتبلش مع قلنديا فلسطين عم تشوفون باللباس الغامق. بداية المباراة مع هاتش يلي هو بوينت جارد مع هومنتمن. مع كريس جونسون لعب كمان كثير حلو امبارح. باتريكو عبود هاتش بيخدها للرستوم، رستوم على 3 بوينتس، أول محاولة للرستوم والريباوند نمبر 4 ميتشل. ميتشل بيخدها على 2 بوينتس ما بيسجل، ريباوند للرستوم، رستوم بيكمل فيها وبيروح، هاتش من بيت شمال يعطي لكريس جونسون، هاتش بيخدها على 3 بوينتس، كمان ماي هاتش، يس دو إت، هاتش أول 3 نقط بالمباراة لإله. أبو دي اللي شفناه هو مدرب فريق فلسطين. باتريك عبود كمان على السلة حلوة لباتريك عبود، والجول تاندينج 2 بوينتس محسوبة لأبو عبود نمبر 3 من ناديكم هومنتمن، هيدي محسوبة جول تاندينج اللي شفناها والنتيجة 5 هومنتمن 0 كولومبيا فلسطين. مقطوع من رستو بيحاول يقطعها، طابة بالاوت لصالح كولومبيا فلسطين. كل الجمهور والشعب الفلسطيني اللي عم يحضرنا بلبنان وخارج لبنان، سلام وتحية لكم واحترام وتقدير للشعب يلي بيضلوا مضوي وشمس شارقة على طول. الله راد عم تشوفوها هلا بالرياضة رغم كل الظروف بتلاقوا موجود بالرياضة. والحكم هون بيحسب اوت اللاعب رقم 4 ميتشل تشارلز اللي عم تشوفه قدامنا الأجنبي مع كولومبيا. جونسون بتروح لهاتش، هاتش بينطر على اللو بوست بشوف اذا جونسون رح يفوت، بيعمل له سكرين اب سكرين، هاتش بيعطيها بالعليوب، لا هو حلوه لجون، يس لوف هالسله شو حلوه، لاف ات. تشارلز بيعطي للاجنبي كمان اللي هو 23 فلاندو بيسكر عليه زينون، عم يلعب ديفنس كثير منيح كان زينون، 3 بوينتس ما بيحطها، هاتش بياخذ الريباوند بينزل، هاتش اب سكرين من جونسون لباتريك بوعبود، هاتش اب سكرين كمان من جونسون بفوت فيها بشكل سريع، هاتش لباتريك بوعبود بيطلع لبرا، مقطوعه من تشارلز يلي بيكمل فاول والخطا باسكت ان كاونتد، خطا على رستوم الي رستوم، هذا الفول عم نرجع نشوف بالإعادة، وميتشل تشارلز اللي بيسجل نقطتين والنتيجة 7-2 مع فري ثرو لتشارلز لاعب الأجنبي مع فريق كولومبيا فلسطين. والمدرب عم شوفه قدامنا أبو دي. هاتش لرستوم يلي بفوت فيها على السلة حلوة كثير هالدرايف من رستوم، تشارلز بجيب ريباوند، فلاندو بكمل والخطا بشوف الحكم يحسب خطا، فاول نمبر 7
زينون، كريم زينون اول خطا عليه، والخطا قبل كان كمان على الخطأين اللي هني على الهومنتمن، تاني على إلي رستوم. هون الفول اللي بيحسبه الحكم على زينون. فلاندو بدري بيعملوا اب سكرين رقم 15 صايب فيك اثنين بياخذ فاول. اكسلنت بلاي من رستوم. رستم يلي بيسجل كاونتد باسكت ام، عنده رمي على الفري ثرو. شو هاللاعب الحلو رستم. تايم اوت. سكرين داون وي جو اوت اوكي اوبوزيت سيم. Okay, I'll after that screen home. Screen for Mitchell. Okay? Axel Tobin. Come on. They're busy going for offensive rebound, but it's going for Mitchell. Let's go. When you go fly, remember, when he goes right down, you need to set the screen. You need to go with the seconds. Okay? That's the sign to go back door in transition. If it's not for you, go back door. هيدا الفيك اللي عم شوف عمله بطريقه ذكيه رستم تحت السله. شو هالصوره الحلوه مخرج، ما عيونك حلوه، ليش بعدك عزابي؟ رسم على الفري ثرو، نتيجه 9-2 9-2 لصالح الهومنتمن يلي عم يلعب بشكل ممتاز الفريق هومنتمن. بكره الكوارتر فاينل، مطلوب من كل الجمهور يجي لحتى يتابعنا، نكون مباشره موجودين وبالملعب. الهومنتمن على طول موجودين على الملعب، الجمهور الرائع، الجمهور يلي بيلحق لبنان وفريقه لاخر الدنيا، والمباراة رح تكون مهمة مع العربي القطري بكره، فبحاجة لكم تكونوا موجودين وعم تحضرونا على الام تي في مباشرة دومان سوار. بعد السلة كمان من تشارلز ياخذها فيك والحكم بيحسب فاول. باسكت ان كمان كاونتد. الخطأ لنشوف على مين من الهومنت من نمبر 3 باتريك بو عبود. هيدا عم تشوفوه تشارلز ميتشل. ميتشل بياخذها فيك وبيسجل نقطتين. كمان على الفري ثرو. بيسجلها ميتشل 9-5 9-5. كمان درايف اول ذا واي على الفاست بريك ما بيسجلها. فلاندو. طب الاوت بوسيشن لصالح طب مع كالانديا فلسطين. شوت على ال 3 بوينتس ما بتتسجل. هاتش بيكمل فيها بيعطيها للبو عبود وعلى 3 بوينت بفاول. طابي بلاوت لطابي طابي بلاوت لصالح فريق هومنتمن يلي بتقدم بنتيجه 9-5. باتريكو عبود بجرب على 2 بوينتس. هاتش على 3 بوينتس بخدها ما بحطها. ريباوند لباتريكو عبود حلوه. كريم زينون يلي بفوت بحاول بخدها ريستوم يلي بكمل. باتريكو عبود بجرب على 2 بوينتس. لا جونسون نايس موف. كم اون ماي مان دو ات. شو حلوة هاللعبة من الريستوم. تشارلز
بياخذ جود ديفنس من كريس جونسون لريستو، ريستو بيعطيها فاست بريك، فيري نايس بلاي. شو حلو للهوم من يس هاي لافت. حكم بيحسب فاول، خلينا نشوف على مين، على ريستو، مثل ريستو بدي تكون ثاني فاول. على شوفوا الفاست بريك ذكي كثير، باتريك بعبود بيكمل فيها زينون يس روق برضه، هذه اعاده هي معاها، هي صارت هاي فيري نايس بلاي. فيلاندو سايل لعب ممتاز كمان مع فريق كولومبيا من فلسطين. 13-5 نتيجه للهومنتمن. فيري نايس بلاي كانت من ريستو. انسبورتسمان لايك فاول، اكيد خطا متعمد على كريم زينون. قاسي هذا الفاول. انسبورتسمان لايك فاول، فاز خطا متعمد من كريم زينون نمبر 7. وهلا عم يحضر حاله ستيفان. اشتقنا لك الي ستيفان. كان عنده لمباجو شد بالظهر من تحت، فصار منيح نالرات، شد بالعضل. بتعرفوا هاللاعب بيعطي كثير من قلبه هيك، وعلى الملعب والديفنس كل شيء عنده بيحطه على الملعب لالي ستيفان. اول واحد على الفري ثرو نمبر 23 جون فيناندو. 5 دقائق و12 ثانية لنهاية الكوارتر الأول من المباراة. 13-6 لصالح الهومنتمن. نضيف بعده سجل ونضيف الأول، هاي أول نقطة. وطبعا الأوت بوسيشن لصالح كولومبيا فلسطين. كمان بيحاول تشارلز بيشوط على 2 بوينتس ما بيسجل، بيرجع بيخدها قوي كثير تحت السله، تشارلز بيسجل نقطتين. هيدي سله حلوه كثير، تشارلز الاجنبي بيلعب مع كولومبيا فلسطين، هاتش بيخدها على النقطتين بيسجل هاتش، والنتيجه 15-8 15-8 لصالح الهومنتمن. فلاندو يعطيها 91 اللي رامو بدري، نديم بدري برجع بشوط كمان سلة حلوة كثير ل تشارلز ميتشل. اللعبة اللي عم تشوفوه قدامكم كثير عم يلعب حلو. جون جايس مدرب فريق الهومنتمن، والحكم بيحسب فاول على كريس جونسون نمبر 13 سنتر بيلعب مع الهومنتمن. كريس تشارلز لعب ممتاز اليوم، عم يلعب اول وحده على الفري ثرو وما بيسجل. أربع دقايق 15 ثانية لنهايه، شوفوا 7 نقط و 6 ريباوند لإله كريس تشارلز. 15-11 كريس هاج اللي بفوت على السلة بطريقة حلوة كمان ما بيسجل، بجيبها جونسون، طابة لمين؟ طابة بالاوت، طابة لصالح الهومنت من بوسيشن من برا. 15-11 والتر هاج 5 نقط، ريستوم 4 نقط، باتريك بوعبود نقطتين للهومنتمن. باتريك بوعبود بياخذها على التو بوينتس ما بيسجل، ريباوند حلو كثير من كريس جونسون. شو اللعب كريس جونسون سنتر، روعه مع الهومنتمن. 17-11 وجامب بول بيحسبها الحكم بين لعبين. 91 بدريه يمكن مع باتريك بوعبود.
كانت اول شيء مع الهومنت من فاز البوستشن بتروح مع فريق قلنطيه فلسطين. فلاندو بفوت على السله بنتريشن حلو كثير لفلاندو نمبر 23 من الفريق الفلسطيني. 17 13 4 نقط للهومنتمن. هاج زينون كريس تشارلز بدري اب سكرين كريس تشارلز جود ديفنس من فاتريك بامبو جود ديفنس نايس نايس جود اول ذا واي يس شو حلوه من الشمال هيك يفضح هيك ايه مثل هاي الدانس هيك مع كلتو تفرج تفرج شوفوه شوفوه هيدي الاعاده بيروح فيها الفاست بريك لحاله على السله اللي حطها بصير 1913 بجسر يعني ايه بدري بيعطيها لصائل على 3 بوينتس حلو كثير من صائل قاسم نمبر 15 هاج 19 16 3 نقط للهومنتمن كوارتر الاول من المباراه دقيقتين و22 ثانيه ستيفان يلي صح وقلنا له سلامتك وكلنا تمينا فيه لهيك يرجع يكون منيح بعد ال الشد العضلي صار بعيد كثير من هاتش على 3 بوينتس كان طالع هيك مبينه كانه فايته معلش 23 فلاندو من فلسطين فلسطين عم يلعب ضد لبنان ببطوله الانديه العربيه ال 31 على ارض بيروت مباشره من ملعب بلديه الشيه على الوان تي في كمان ستيفان كمان كمان على 3 بوينتس كمان بتطلع بعيده ما في حدا تحت السله هي 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 بوكس اوت لازم تنشط من الفريق اللي الفلسطيني يكون في بوكس اوت يحطوا اللاعبين برا لحتى الريباوند تنزل عنا ونكون مرتاحين بالريباوند هذا التمرين كمان لبقيه المباريات يلي باي حلوه كثير لال زي نون نمبر 7 ماي مان سكورينج 3 بوينتس شو حلوه للهومنتمن فيلاندو بيشوط ريباوند لكريس جونسون خمس نقط لا كريم زينون كمان بياخذها على 3 بوينتس زينون اهو بيكملها فولو على السله 2 بوينتس للاعب رقم 13 يور جريت بلاير الامريكاني كريس ذا وان اند اونلي جونسون تشارلز ميتشل عم بيعمل ديفنس كثير منيح فدريك بو عمود 3 بوينتس حلو كثير لل 23 جون فلاندو 24 21 3 نقط 43 ثانية لنهاية الكوارت الأول من المباراة بيخدها ستيفا على 3 نقط شو حلوة لستيفا يس ماي مان وي ار براود اوف يو مادي فري حكم ما شفته زحمت لحاول بلاي باتريك بوعبود بدي اقول انه فيري جريت ديفنسيف بلاير اوفنسيف بلاير كمان اوفرول يعني ايه بده تو بده تو 26 21 ريست اون ماي مان از جيتينج ريدي لحتى يفوت قبل نهاية الكورت الأول ب 24 ثانية تشينج بيطلع زينون يلي عم يلعب ممتاز شوفوا قديش هيدا اللاعب هيك اجريسيف بلعبه بطريقة من قلبه بيلعب ديفنس واوفنس كنا شفنا شوطة حلوة كثير عنده زينون على 3 بوينت نمبر 15 هاتش 10 ثواني الوقت عم تشوفوه قدامكم على الشاشة 26 23 هومنت من لبنان على كولومبيا فلسطين هاج رح ياخذ شوطه على 3 بوينت بياخذها هاج ها واو يس ماي مان شو حلوه للنمبر 13 كريس ذا وان اند اونلي جونسون هيدي 3 بوينت بياخذها لايك على الاوفنسيف ريباوند بحطها وفاول باسكت كيال يس شوفوا هيدا الاوفنسيف ريباوند اللي بيجيبها بيرجع بحطها وبياخذ فاول اكسلنت نايس 17 من الثانية يعني انجح ما بتدق بيخلص الوقت وخلص الوقت
شو قلت لكم انا؟ اول كورتو بيخلص 29 23 مومنتم بتقدم is leading 6 points على كولومبيا من فلسطين. نحن بكل المباراة اللي عم تلعب مباشرة على الوان تي في من بلدية الشياح. سيفاكا دنجان نمبر 11 اللي بيدخل على الملعب واحد ديان كمان جيرار جيرو بيخدع على 3 بوينت حلوة للجيرو. شو عم تعمل اول ما بفوت جيرو بيسجل 3 نقط 32-23 تسع نقط فرق. تشارلز بياخذها تشارلز شو هالريباوند الرائع من جيرار حديديا ريلي نايس. ريستو اوف سكرين من جونسون ريستو بيردها بياخذها على 3 بوينت. لا 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 شو حلوه من جونسون على 3 بوينت. فرناندو 23 رقم 13 إنار عودي 33 اير بول ريباوند لكريس جونسون بيعطيها لسيفاك دنجيا. سيفاك بفتش على ستيفان كمان بيخدها على 3 بوينت. اوه هي هي الدرفت الثاني وفايتي معك يا جونسون يا طيب. فاول خطا على سيفاك. جون جايس عم بيقول له نو نيد للخطا يلي فوق يعني قريب على هون نص الملعب تقريبا. شوفوا وين عمل الفاول خطا. معلش سيفاك كما 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 سيفاك شو هاللاعب اللي بيلعب ديفنس بيلعب من كل قلبه كمان. حكم بيحسبها لصالح الهومنتمن بديل عم شوفه مدرب فريق كولومبيا من فلسطين. حديديا على الي ستيفان. الي ستيفان كمان بيخدها على 3 بوينت شوطه كثير حلوه من ستيفان. طبيب الاوت بيكسرها جيرار حديديا لاعب نمبر 14 لاعب قوي كثير هيك تحت السله بتحسه ابضاي ومسيطر على اللعبه وبيلعب من كل قلبه كمان فبحاجه له لانه بيلعب بوزيشن 4. والخطا بيحسبها فاول حكم كاونتد لتشارلز ميتشل. فاول على الرام 14 جيرو حديديا نايم فري ثرو لتشارلز ميتشل بيسجل 3 نقط فيها هيدي 35-26 نقطة فرق للهومنت من بطل العرب حامل لاعب بطولة العرب السنة الماضية ولاعب الدوري اللبناني بكرة السلة وأبطال ورجال من لبنان الهومنتمن. حلوة كثير
بنتريشن من ستيفا فلاندو من فلسطين، نادي كالانديا فلسطين. طبي بيخلصها، ميتشل بيخد على 3 بوينتس وجود ديفنس من جونسون. طبي من سيفاك، حلو يا سيفاك، حلو يا سيفاك. ريستوف بيعطي الطابة لسيفاك، تشارلز هلا 12 نقطة و8 ريباوند. 3 بوينتس لا ستيفا يلي بيسجل، اثنين صار مسجل على 3 بوينت، يعني بعد ما رجع من الإصابة بيرد عليه نمبر 23 فلاندو. فبدي أقول لكم إنه ستيفا معنويا كثير مهم وكثير بحاجة له، مشان بكرة المباراة الربع النهائية لبطلكم من لبنان الهومنتمن، الاستيفا إز كومبليتلي ريدي. ريستوم بيخدها كمان على 3 بوينت، حلوة الشوطة قصيرة شوي، قديش يعني شوي شوي رقم 13 إنار عودي على 3 بوينتس كمان بيخدها، ما بتتسجل لل سامي عودي، كثير بيت عودي حلوة كثير الحديد، يا جرى يعمل دانكن ودانكن يعني بيطلع عالي كثير، فيري نايس اكسلنت بلاي. شوفوا سيفاك اتنشيان قديش ذكي، فيري سمارت بلاير، بيعطي التمريرة حلوة كثير لجيرو بيسجلها. فلاندو عم بيسكر عليه ديفنس، جود ديفنس من ريستوم، وثلاث نقط كمان من فلاندو، ما لازم نعمل عليه بيتر ديفنس لفلاندو. 40 32 باتريك بوعبود نمبر 3 عم بيعدل حاله لحتى يفوت. جيرو سيفاك بحاول يعطي على لو بوست لجونسون، بيخدها كمان الي ستيفان على ثلاث نقط ما بيسجل، ريباوند لجونسون. شو حلوه البلاك شوت من ميتشل، ميتشل اللي بيحاول ينزل فيها وبيعمل جود ديفنس سيفاك، فيري نايس سيفاك، كمان كمان كمان. لازم ننتبه على طبيب الاوت لصالح الهومنتمن، ما ننتبه على 23 لعب 23 خطر كثير، امريكي مع فريق كالانديا عم بيكون بالاوبن شوت كثير خطر. كاتنجيان نمبر 11 بالهومنتمن، والطابة لباتريك وعبود بيعطيها لريستوم، ريستوم يلي بيحاول فيها يفوت فيها على السلة، حلوة كثير التمريرة لستيفان، ستيفان بياخذها على 2 بوينت ما بيسجل، ريباوند والطابة لصالح فلسطين. الكوارتر الثاني من المباراة 5 دقائق 17 ثانية، جوم جايز مدرب فريق الهومنتمن 40 32 ميتشل بيعمل فيد اواي شوت بشوطه عالي كثير، بيطلع لاعب يلي اسمه صائل قاسم، هذا لعيب كثير مهم مع فلسطين. قاسم بدري بيحاول يفوت بيجيب الريباوند جيرو، فيري نايس ريباوند جيرو، لعب مع جسم قوي كثير بيطلع على الريباوند وبيلعب بوزيشن نمبر 4 جيرار حديديان مع الهومنتمن. باتريك بوعبود سباق نايس نايس سباق كمان، شوطه كمان هون ل الي ستيفان ما بيسجل، باولو بدك اياه بيحضر حاله لحتى يفوت، وصل لي هون حلو كثير ل نمبر 23 فلاندو لاعب الاجنبي مع فلسطين 40 34 باولو بدك اياه نمبر 33 من لومنتمن عم بيحضر حاله ليفوت. باتريك بوعبود لريستوم، ريستوم يلي بياخذها فوق اب بجرب يفوت ومقطوعه من الفريق الفلسطيني والفاست بريك. اللاعب نمبر 33 33 بيسجل سله حلوه كثير، سامي عودي من الفريق الفلسطيني بدها تايم اوت 40 36 بينزلوا الفرق للاربع نقط فلسطين ضد الهومنتمن. Thank you.
doesn't work like this, Paolo, for Steph. Be aggressive on this man. Remember, great job in jumping on L. Don't beat your man. Let's get two stops back to back for 23. Yeah, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. We need a big hand, bro. With victory. To go down. The Magpie, he's out. So we can. Yeah. You say pick him up with easy score. Easy score. So pick up with Mitchell. تايم اوت كان بحلو لجون جايس، لازم يطلب تايم اوت. 3 دقائق و48 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني من مباراة الشوط الأول، 40-36 لبنان على فلسطين. هومنت ضد كولندا فلسطين، الكوارتر الثاني. بهالوقت الأجانب مع فريق هومنت مرتاحين، يعني هادج وكريس جونسون. فاول خطأ. فاول 100% وخطا لصالح هيلي رستوم. شو هالرستوم ليك، وشو هالجسم الوحش بيست. باولو بدك اياه 33 رستوم اب سكرين من حديديان، بيخدع لي رستوم على 3 بوينت. شو حلو لل رستم، بوم 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 7 بوينتس وثلاثة ريباوند لرستم من فريق لومنت. من شو عم يلعب حلو رستم، روعة. ثلاثة واربعين ستة وثلاثين، سبع نقط للهومنت من وطبيب الاوت بوسيشن لصالح فريق فلسطين. فلاندو بيخدع على 3 بوينتس قصيرة. اوه عم بياخذوا الريباوند مثل ما بدهم تحت السلة. This is not good. لازم يكون في بوكس اوت، خلي اللاعبين من فريق فلسطيني خارج. شفتوا عم بيرجعوا ياخذوا اول شانس وثاني شانس. وهذا اللاعب رقم 15 صائل قاسم، لاعب قوي كثير كمان، جسمه قوي بيلعب تحت السلة. بياخذ رمتين على الفري ثرو 43-36. 3 دقائق و6 ثواني، 3 نقط له، 2 ريباوند، 4 نقط 2 ريباوند. صائل قاسم من فلسطين. ثاني وحدة على الفري ثرو ما بيسجلها، والطابة حلوة للحديد. جاشو الريباوند أبداي سباك كادنجيا لبديكيان 33 بيخدع رستوم. رستوم فتش على مين، على باتريك بو عبود، بيعطيها ل باولو بديكيان ورستوم. باتريك بو عبود بيخدع على 3 بوينتس ما بيسجل. حلو هالريباوند. ليش 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 حكم ليش؟ شاطي الطابل 24 سكند قبل ما تخلص 24 سكند، ترجع 14 سكند لقلنا للهومنتمن. اه 14 حسب فاول، حسب خطا على اللاعب رقم 14 14 جيرار حديديان، ما بعرف كيف حسبها. هون بيحسب الخطا على جيرار، بيعتبرها بوش، بيدف شو هيك، قال انا ما خصني، ما دخلني ما دخلني. ميتشل 13 نقطة 9 ريباوند 1 اسيست. شو هالمباراة الحلوة اللي عملها ميتشل نمبر 4. جيرو بجيب ريباوند عالي. طيب مع رستوم اللي هلا عم ينزلها عم يلعب 1 بوزيشن. بيخدها رستوم اللي بيحاول يفوت على السلة، رستوم بيعطي حديديان، حديديان بيكمل. What a beautiful play. شو حلوة من جيرو حديديان. يس يس بوم. ميتشل بيخدها كمان ريباوند لارستوم، يعطيها لباولو بديكيا. باولو نمبر 33 بفتش على باتريك بو عبود، باتريك كمان بيخدها حلوه كثير لباتريك بو عبود. عنده هيدي الايد الحلوه، هذا التاتش اللي هي تحسه الطابعه بتطلع بطريقه سلسه من ايديه على السله. 47 38
فرق بيطلع لها 9 نقط لهومد من بطل الأندية العربية وبطل لبنان. بدري بياخذها على 3 بوينت ما بيسجل، بياخذها ميتشل كمان. هالاندو مع جود ديفنس من الريستو والريباوند لباتريك وعبود. باولو بيكمل فيها على السلة، حلوة كثير لباولو. فاول باولو بديكيان بياخذ فاول والخطأ، بياخذها بطريقة ذكية. شوفوا هون حديديان، يس هيدي لجيرو ماي مان بوم. تشارلز ميتشل بيطلع بهالوقت بفوت نمبر 34 شادي عودي. مباراة ممتازة لميتشل. باولو ما بسجل الثاني، النتيجة عم شوفوها قديمكم 38-47. على 2 بوينتس يلي بياخذها الريباوند ل وبيعطيها بعيد كثير، مقطوعه من فالاندو. باتريك وعبود عم يعطيها فاست بريكين للريستوم. فالاندو عاودي بيعمل له اب سكرين، مقطوعه من الريستوم، بفوت فيها الريستوم والحكم. لنشوف الحكم شو حسبها كان. توقف هون اللعبة والخطأ محسوب لصالح ريستوم نمبر 8 يلي عنده رميتين على الفري ثرو. 47-38 كوارتر الثاني من المباراة بين هومنت من لبنان وقلنطيا من فلسطين. 7 نقط 4 ريباوند 2 اسيست لريستوم. مباراة حلوة كثير لإله. أول وحدة ما بيسجلها. ثاني وحده ريستوم. وان مور اللي بيحسب بان سبورتسمان لايك فاول. الحكم ريستوم ما بيسجل وحده من ثلاثه. 48-38 زينون بهالوقت بيدخل على الملعب مع الريستوم نمبر 8. فيري نايس بلاي. ومباراه حلوه للريستوم. باولو بيدكيان بيعملوا سكرين حديديان، بيموت هو اياه على سلة شوي بعيد اللوب اللي اعطاه الباس. طب الى حديديان نايس بلاي من حديديان. جون جايز عم يعطي التعليمات لسيباك نمبر 11. ٤٨-٣٨-٣٨ لومنت من حديديان. 7 نقط و5 ريباوند هلا. فظيع اللعب، حلو كثير كثير. اول وحده على الفري ثرو بيسجلها جيرو. كمان جيرو كمان، كلنا معك، كلنا هومنت من، كل الدنيا ناطره بكره الربع النهائي لحتى تجوا تشجعوا الهومنت من على ملعب بلديه الشياح اللي رح نكون احنا وياكم فيه اكيد لايف عبر الام تي في. 7:30 كمان بطلب من الكل يشجعوا بيروت، نادي بيروت، مباراه ربع نهائي الثاني لفريق لبنان. شو حلوه لفالاندو، بحاول يفوت فيها بالشمال ويطلع ليك بكل يمين، مقطوعه بالوقت من سيباك لزينون نمبر 7. سيباك عم يلعب بوزيشن 1. سيباك بيعمل له سكرين باتريك بعبود. سيباك بياخذها على 3 بوينت. شو حلوه سيباك كاتن يا يس ماي مان، بالبالك تعمل هيك بايدك. بطل من ابطال الرومانت من ولبنان، والنتيجه والفرق بيطلع لل 15 نقطة. 53-38 كمان ايفري ون كمان، كلنا رومانت من.
بريك لنتوقف نحن وياكم الهاف تايم نرجع نتابع معكم عبر شاشة الوان وان تي في مباراة بطولة الأندية العربية بين الهمد من بطل العرب وبطل لبنان وقلنطية من فلسطين. سيو
وي ار باك. رجعنا لمباراة بطولة الأندية العربية. ستاتستكس عم نشوف هيدي هومنتمن من لبنان بطل الأندية العربية وبطل لبنان. كلانديا من فلسطين 50% الفيد جولز 21-42 فيري جود ل هومنتمن. فلسطين مش كثير منيحة 13-39 3 بوينتس اللي عم نشوفها كمان 7-17 ان شاء الله بكره بنكون هيك مع الهومنتمن كمان 4-13 لكلانديا الفري ثرو فينا نكون افضل اكيد فورم فروم 9 اوت اوف 9 مش منيح من 13 افضل منها كلانديا الريباوند 27-25 ديفنسيف عم نشوف اوفنسيف اسيست كثير منيح للهومنتمن 13-5 كلانديا 6 تيرن اوفر 8 دا كلانديا ستيلز 5-6 والبلوكس من كيف مش عاملين ولا بلوك نحن شو الحكي قد ما مزوقين ايه جورج قد ما مهذبين نحن ما بنعمل بلوك ايه جورج فينا نحكي شوي صغيره مع كيمان وكيان بالنسبه لبكره كيف بدي احكي انا وياك بالنسبه للمباراه اللي رح تكون بكره عم بحكي عنها كثير مباراه الساعه 9:30 اكيد منقولي مباشره عبر الام تي في نعم مباراه مهمه عم يلعبها الهومنتمن ضد العربي قطر اكيد يعني بكره اهم مباراه لنا نادي العربي القطر اليوم فرجه ضد بيروت مستوى كثير عالي فريق فيه كثير مجنسين واجانب يعني they will be very good وهلا اكيد الماتش نحن اليوم تاهلنا بس الشباب عم بيلعبوا كثير منيح وكيف ما شفت عم نعطي مجال للبنانيه تبعولنا بتعرف تقول نحن جديد بلشنا يعني تمارين هيدا ثالث ماتش رابع ماتش بعد مش عاملين شيء سو اول شيء بطلب من كل جمهور الهومنتمن بكره ماتش فينال لنا من هلا ورايح كل ماتش عم نلعبه هو ماتش فينال مثل جيم 7 ضد الرياضي سو بنطلب من كل جمهورنا يملوا الملعب يعني بكره الشياح بده يصير اورنج هيل بدنا نعملها مزهر بطلب من كل الجمهور يكون بالملعب بكير قبل الساعة 9:30 يكونوا بالملعب لنكون حاضرين لأكبر ماتش هالسنة. دعوة صادقة من جي مانوكيان بالموسيقى بالوطنية بالرياضة جي كلنا هومنتمن كلنا بكره مولعينا وكلنا مشرطين رح نكون ببطولة الأندية العربية. ثانك يو توني. 55-42 13 نقطة الفرق للهومنتمن على كلانديا بالكوارتر الثالث. صائل يلي بفوت والخطأ. فول على اللعب رقم 11 اللي عم شوفه سيبا كيلينجيان هيدا الفوق كيلينجيان بيعمل فاول عم شوف هون ثلاث اخطاء صاروا على سيباك ميتشل بيعطي لفالاندو فالاندو بيعمل فيك لاعب كمان كثير حلو فالاندو من كلانديا فلسطين النادي اللي اسمه شباب كلانديا اللي السنه الماضيه لعب بشكل كثير حلو قدروا يربحوا الدوري ويشاركوا هلا ببطوله الانديه العربيه زينون بياخذها على 3 بوينتس قوي شوي والريباوند لعودي على كمان بكمل فيها رقم 23 فالاندو اكسلنت بلاي بيسجل بقل من دقيقه اربع نقاط علي ستيفاني اللي بيحضر حاله نمبر 9 لحتى يفوت حديديان والفريق اللبناني اللي عم يلعب من دون اجانب باتريك بوعبود لا سيفا كتنجيان بيعطي للزينون زينون بيطلع على الملعب حلوه من زينون بلوك شات من صائل وبعد في ثلاث نقاط بشوطها باتريك بوعبود حلوه وطبب الريباوند لصالح فلسطين عوده ميتشل مباراه كثير مهمه لعبها ميتشل بيخذها على الثري بوينتس الريباوند لمين ترجع لصالح فلسطين مع عوده فالاندو نمبر 13 عودي بيخدها على الثري بوينت ما بيسجل كمان عم تطلع بياخذوا فرص كثير فريق فلسطين تحت السله بالديفنسيف ريباوند سيباك كدنجان اللي بيطلع يعطيك الف عافيه سيباك ممتاز هاللاعب بيقتل حاله على الملعب وكثير هيك اجريسيف وبنفس الوقت ذكي ديفنس اوفنس وبيساعد الفريق وبيلعب تيمور كمان باتريك بوعبود بياخذها على 3 بوينتس، باتريك بمباراتين او ثلاثة عم بقول لكم عم تكون شوطته شوي واطية لازم. عودي بياخذها على 3 بوينتس ما بيسجل،
ريباوند لباولو. كمان باولو، كمان ماي مان، كمان باولو لستيفان لزينون. ستيفان بجرب يخدع على 3 بوينت، بيرجع لباولو بيخترق فيه شو حلوه يا باولو. ديانا بدكيا ذكي كثير، نايس بلاي وموفمنت باولو بدكيا، ما سجلها بس حلو. 55-46 عم بيقدر يلعب الشباب والبنش على لومنتمن، عم بيقولوا له ووكينج للحكم يلي ما بيحسبها، بيحسب نقطتين. 55-48 كمان جايز، كمان يلا يلا يلا. باولو بدك اياه، وعبود بدك اياه، نمبر 33 ستيفان بيعمل فيك على 3 بوينت، بسجل بيعمل له ديفنس حلو لستيفان. عصيري طابي لفلسطين، كلانديا من فلسطين، نمبر 23 بالاندو. نمبر 4 يلي بيسجل ميتشل، والنتيجه 5 نقط فرق من بعد ما كانت 13 او 15 نقطه الفرق للهوم انتمن. شوفوا بيرجع بخدع، نايس شوت نمبر 4 يلي هو ميتشل. اللي ستيفان، ستيفان لزينون يلي بفوت على السله لباتريك، حلو من باتريك وعبود يلي بخدع. بهالوقت جوم جايس بده يرجع يفوت على الملعب، نمبر 13 سنتر كريس جونسون. هيدا كريس بفوت محل جيرو حديديان. باتريك بوعبود على الفري ثرو، 4 بوينتس 5 ريباوندز 2 اسيست لباتريك بوعبود، نمبر 3 عم تشوفوه قدامكم. ثاني شوط على الفري ثرو، نايس شوت باتريك. 56-50 57-50 57-50 بيطلع الفرق، بيرجع على 7 نقط بالكوارتر الثالث. 5 minutes 15 seconds left. طابة حلوة كثير وتمريرة ذكية لعبة بين فلاندو و ميتشل اللاعبين الأجانب مع كلانديا. باولو بدكيان يعطي لباتريك بعبود، بياخذها لزينون، زينون على 3 بوينت حلوة ماي مان. يس 3 بوينتس ولا أحلى من هيك لكريم. كريم زينون جود ديفنس حلوة. حاجة بيحسبها فاول، واي واي على النمبر 7 يلي عليه خطأين، تو فاول. هون بيحسب فاول على زينون، والطابة مع ميتشل من كولومبيا فلسطين ضد هومنت من بطل العرب ولبنان. فلاندو بيعطي عودة يلي بيخدع على لو بوست، بيبرم على مدكيان ما بيسجل، وطابي بيحسبها اوت لصالح الهومنتمن، والنتيجه 60-52 8 نقط فرق للهومنتمن. ثالث كوارتر من المباراه، 4 دقائق و32 ثانيه لنهايه الكوارتر الثالث. بيخدها جونسون على 3 بوينتس، شو حلوه ماي مان، هاو بيوتيفول. فلاندو جود ديفنس، اوه عملوا دبل تيم عليه وتركوا للنمبر دبل زيرو احمد عمري. 15 نقطة لجونسون، والبارود بيتحذر مع جايال. جايال بهالخط روعة من الروعات، بيتي جاردان حلوة لستيفان يلي عم بيصير حاضر. اي لا ما كثير بحب الكريتير تبعك، بتطلع وحيد على البارود بتشوفه عم بيطلع، ما زال عم بيقول حتحط لي 10 نقط لكريم، لزقه بلا بكريم، يعني بفكروا اسمه لكريم، لكريم. فلاندو عودي بيخدع على 3 بوينتس بيسجل، شوطه مع انه مسروق فيها كان، مع جود ديفنس وبيسجل 3 نقط.
جونسون. باتريك بوعبود بحاول يخدع على 3 بوينتس. باتريك لاستيفان على 3 بوينت ما بيسجل. حلو كثير الفولو اللي بيكمل فيها. بس جود بلاي اللي ستيفان اللي كان منصاب عنده الشد بالعضل العضل بكعب ظهره بس صار افضل احسن ياخذ هالشوطات هلا ويكون بالتحضير والتمرين. شو 3 بوينتس البعيده اللي اخذها فالاندو ما بتفوت بس شوطه كثير ريكزي ولاعب كمان ممتاز مع كولومبيا فلسطين. لكن اللي عم يتابعونا كمان الفلسطينيين يلي بيحبوا الرياضه وكره السله وجمهور فلسطيني بلبنان وخارج لبنان على الوان تي في تحيه وسلام لكم. وبتتسجل من ستيفان نمبر 9 ميرونوف جولي 70-57 13 نقطة الفرق. بيرجع بيطلع لهم انتمان. ميتشل بيخدها على 3 بوينتس ريباوند لإلي ستيفان. ستيفان يا ربي دخلت 10 نقط لستيفان. فيري نايس اب سكرين من جونسون. ستيفان بيخدها كمان مرة على 3 بوينتس. باولو بدك اياه. فيري نايس بلاي من باولو. معلش بلا فاول بلا فاول بلا فاول. ميتشل لاعبين هيك كلهم حيوية لهم انتمان. هيدا الدم يلي عم بيغلي هيك وكلهم عفارة قلب وعم بيكونوا عم يلعبوا تيم ورك حلو كثير. فلاندو يلي بفوت بلوكس بلوك شات رائع. زينون بكمل. شو حلوة لزينون. فيري نايس بلاي. هاو نايس اند بيوتيفول ماي مان. طلعوا بيعطيها ستيفان بكمل ذكية ما بيطلع فيها من هون بيطلع على الميل الثاني حتى ما يعملوا بلوك شات. 12 بوينتس لكريم. كتبت لي هلا بالعربي هلا هلا. رجعنا نحن وياكم للمباراة اللي عم تلعب بين هومنتمن بيروت. هومنتمن حامل لقب بطولة الأندية العربية وبطل لبنان. لاعبين ممتازين وفريق قد الدنيا كلها نحن شايفينه مع فريق بيروت كمان اللي مشارك ببطولة الأندية العربية. لكل المشاهدين هون عم شوف البنش بوينتس من هومنتمن. فيري نايس برافو جو. اليوم عم تلعبهم كلهم 6 نقط لكولومبيا. بتتذكركم انه 7:30 رح نكون على الوان تي في بكره مباراة بيروت عم يلعب ضد فريق فتح السعودي. بطلب من كل الجمهور اللي عم يسمعنا هلا والمشاهدين كل بيحب يجي على الملعب لتشجعوا فريق بيروت بمباراة الربع نهائية. أما الساعة 9:30 رح نكون لايف على ام تي في والمباراة الرائعة اللي رح تكون بين الهومنتمن وفريق القطر العربي. فريق العربي من قطر عفوا. مباراة حلوة كثير للهومنتمن ومنا هينة بكرة مع فريق كمان محترمه كثير من قطر. عودي بيخدع على 3 بوينتس ما بيسجل. ريباوند لستيفان. ستيفان بفوت ورح يعطي. اوه ذكي من ستيفان. راحوا كلهم لهونيك بيخدع. جونسون بيسجل. باولو بدك اياه بيحاول على 3 بوينت ما بتسجل. عودي كمان على 3 بوينتس ما بيسجل. زينون 74-57 17 نقطة فرق لصالح الهومنتمن على كولومبيا. زينون زينون بيخدها على 3 بوينت ما بيسجل. ريباوند لتشارلز. شوي بنرجع نهويكم للكوارتر الرابع والأخير.
76 57 بلاندو مقطوعة من حديديان حديديان يلي بيعطي لزينون نمبر 7 زينون بيردها لسيفاك سيفاك لباتريك باتريك وعبود بيسجل نقطتين بات حلوة من البات ثمان نقط لباتريك بوعبود نمبر 3 مع الهومنتمن هيدي ووكينج حكم هاي مبدئيا من برومناد يعني كيمانوكيان يس كلهم مع دعوات كيمانوكيان كل الناس يلي رح تتابع بكره بطل العرب وبطل لبنان بمباراة مهمة كثير مع العربي من قطر مباراة ربع نهائي لفريقين من لبنان سباك بيخدع على 3 بوينت ما بيسجل ريباوند بتروح طابي لفالاندو بيعطي لميتشل نمبر 4 لاعب امريكي كمان لاعب كثير مهم مع كولومبيا فلسطين الحكم بيحسب فاول خطا رميتين على الفري ثرو والرا على الرقم نمبر على اللاعب رقم 3 هون بشوف الفاول على باتريك بوعبود باتريك خطأين لهلا بطولة الأندية العربية كمان بس لذكركم مشاهدين الوان تي في واللي عم تابعونا كمان على الام تي في ببطولة الأندية العربية بكره مباراة حلوة كثير كمان رح تكون على 5:30 رح احكي هلا على الفاست بريك اللي بكمل فيها اوه بليز بليز لا بليز خيي اذا ماشي كنت كسرته بقى شفتوا كيف شالوا فالاندو طلعوا 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 هيدي كثير كثير اوه ما بدي اطلع فيها هي خطره خطره ليك ممكن بيشيلوا بيرجع فالاندو يعني كان منيح هلا انعطى ما مسح مبروك الحمد لله على السلامة لكريم زينون لاعب ممتاز مع الهومنت من بيروت بحاجة لكل اللاعبين زينون 12 بوينت 3 ريباوند 1 اسيست لإله فان داي ونص لنهاية المباراة 70 هلا رح تروح 80 58 شو رأيكم 79 17 نقطة لصالح الهومنت من على كولومبيا من فلسطين فالاندو بيحاول يفوت فالاندو بيعطي تمريرة حلوة كثير لل 24 ما بيسجل وطابي بالاوت لصالح الهومنت من بوسيشن من برا بس لكل كمان محبي الباسكتبول اللي عم تتابعوا فرق كثير مهمه مصريه وعده مرات بقول قديش بنحترم وبنقدر مصر بالرياضه وبكل شيء عم يعطوه لكره السله بشكل خاص وللرياضه كلها بشكل عام تحيه لمصر وجمهور مصر يلي بيتابعنا على طول بكره كمان ديربي اسكندريه ديربي اسكندريه رح يكون بين فريق الاتحاد السكندري وسبورتينج بطل مصر والفريقين من احلى الفرق الباسكتبول بالعرب وبافريقيا كمان 5:30 على الوان تي في سلة حلوة كثير من فالاندو تسعة وستين 19 نقطة لصالح الهومنتمن جيرو نمبر 14
جيرو بيخدع على 3 بوينت. خدع اي خدع 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 شو احنا بنشوط شو هاي مقطوعه من جيرو. برافو عليك. ما حتى للشوطه رجع دغري نزل على الديفنس. فظيع اللاعب الحلو النمبر 5 بيخدع على 3 بوينت. فرات لوتشيا نمبر 5 حلو من لوتشيا بسجل 3 نقط 82 60 22 نقطه الفرق. وجوم جايس بهالوقت مريح اللاعبين الاجانب واللاعبين كمان اساسيين مثل الي ريستو مالي ستيفان باتريك بوعبود مريحهم. رميتين على الفري ثرو لفلاندو اللي عم نشوفه قدامنا الحكم بيحسبها فاول لصالحه. رميتين فري ثرو شو اللاعب شوفوا قديش 26 نقطة 4 ريباوند 3 اسيست نمبر 23 جون فلاندو يلي بيلعب مع كولومبيا فلسطين. فلاندو 27 نقطة يلي مسجل أكثر شيء نقط بهالمباراة. سبع دقائق لنهاية الشوط الثاني والمباراة 82-62 20 نقطة فرق للهومنتمن. باراك يلي بيدخل بيعطي حديديان طبيب الاوت لصالح الهومنتمن. بوسيشن برا للهومنتمن. فاز بكرة مباراة مهمة كثير ديربي اسكندرية فريقين من اعرق واهم الفرق بمصر. اسكندرية وسبورتنج عم يلعبوا على 5:30 على الوان تي في لايف وبعدين على 7:30 كمان على الوان تي في. هيدي سلي للهومنتمن على الوان تي في كمان 7:30 مباراة بيروت فريقكم من لبنان نادي بيروت يلي بيرفع لكم راسكم وبتشوفوا حالكم فيه. عم بيلعب ضد فتح السعودية بأول ربع نهائي لفريق لبناني. بعدين 9:30 كمان على الام تي في لايف رح نكون احنا وياكم بمباراة كمان قوية كثير. بنطلب انه تشجعوا وتكونوا وهيك تعطوا كل الدعم والزخم والدعواتكم لفريق الهومنتمن فريق البطل يلي عم يلعب ضد فريق العربي من قطر وفريق ممتاز عربي قطر. ثيرتي ثري باولو مع الهومنتمن كمان جوم جايس اللي بيدخل مانو دبل زيرو. كمان بيخدع على 3 بوينتس بيحاول والريباوند من ميتشل يلي بياخذ اوفنسيف ريباوند بينزل بقوه وبيطلع 84-64 20 نقطة للهومنتمن. فري ثرو 7-13 53% للهومنتمن منا منيح على الفري ثرو 11-17 هني افضل على الفري ثرو فلازم بالمباراة يلي جاي كمان حساسة وقوية كثير الهومنتمن يكون في هيك تركيز يكونوا افضل على الفري ثرو. نادي الهومنتمن عم يلعب بكل شيء بكل شيء عم يكون كثير منيح. شو هالفلتريشن الحلوة من باولو ميديكيان بنتريشن سريعة كثير من باولو ميتشل مانو بيعمل عليه دبل تيم وكمان الريباوند لفاراك نمبر 5 مع الهومنتمن. فاراك بكمل فيها على سلة مقطوعة وطبعا بتطلع بالاوت. ميتشل بيحاول يشوطها والفاول محسوب على الدبل زيرو مانو من الهومنتمن. كل لاعبين الهومنتمن لاعبين بنقول عنهم هيك يلي بنتامل فيهم ولاعبين مهمين للهومنتمن وللبنان صغار وبعدهم هيك نشيطين وعم بياخذوا خبره بكل هالمباريات اللي عم يلعبوا فيها بطوله الانديه العربيه.
ميتشل 23 بوينت 16 ريباوند واربع اسيست. كمان مش معقول شو هالمباراه الكبيره والمهمه لميتشل. لاعب الامريكي مع كولومبيا فلسطين ما بحط. محاوله كمان ريباوند لصالح فلسطين. اربع دقائق 47 ثانيه لنهايه المباراه. عم يتابعونا هلا على الوان تي في لايف، نحن ببطولة الأندية العربية 31 على أرض لبنان مباشرة من بلدية الشياح. عم ننقل لكم كل المباريات يلي بكرة رح يكون في الكوارتر فاينل. هيدي على السلة حلوة كثير كثير. باران كليجيان حلوة كليجيان بيروح فيها فاست بريك سجل. ميتشل بياخد فاول. خطأ الثاني على مانو. جون جايس اللي عم بيحكي مع سيفاك كيتين جيان. هذا الخطأ الثاني على مانو. شوفوا ولا مباراة صبناه بالعين صبناه بالعين. موزت على البانيي موزت بس ليكو ليكو من 24 نقطة 16 ريباند واسيست واحد لميتشل من كولومبيا فلسطين. واحدة من اثنين لميتشل. سيفاك كليجيان والحكم بيحسب خطأ على اللاعب رقم 34 34 شادي عودي. وطابة بوسيشن للهومنت من بيروت. مقطوعة بترجع لسيفاك. لوتشانيان حلوة السلة بالشمال. فظيع اللعب الحلوه من نمبر 5 باراك لوتشيان. 88 66 22 نقطة فرق لصالح الهومنتمن. وهون البنتريشن وبخدم ميتشل بيسجل نقطة 26 20 نقطة والوقت قدامكم 3 دقائق و33 ثانية لنهاية الشوط الثاني ونهاية المباراة. هذا الكورت الرابع. هومنتمن من بيروت بطل العرب وبطل لبنان ضد كولومبيا بطل فلسطين. طابة بالاوت كليجيان. سيفاك معه اياه عم يلعب بوينت جارد بوزيشن 1. كليجيان بياخذها على ال 3 بوينتس ما بيسجل. سريعة وطابة بالاوت لصالح فلسطين. 3 دقائق و10 ثواني لنهاية المباراة. تذكير لكل اللي عم يشاهدونا هلا على الوان تي في، بكره مباريات مهمة كثير. مباريات حلوة بتبلش 5:30 ديربي اسكندرية بين اتحاد اسكندري وسبورتينج بطل مصر. فريقين قوية كثير. هون بنشوف فالاندو عم يسجل 3 نقط. الساعة 7:30 رح يكون فريق كل من بيروت، نادي بيروت، مباراة الربع نهائي يلي عم بيلعبها ضد فريق فتح من السعودية. والفريق اللبناني الثاني يلي هو هون بحسبها اوت الحكم. طابة لصالح فلسطين. فاز المباراة الثالثة رح تكون لايف على الام تي في بطولة الاندية العربية. هومنتمن اللي عم تشوفون هلا ابطال العرب ولبنان عم يلعبوا مباراة ضد العربي من قطر. مباراة قوية كثير بطلب من الكل العالم يجوا يشجعوا يكونوا موجودين هون بالعالم ويحضرونا على الام تي في لايف. رميتين شوفوا هلا النقاط اللي صار مسجلهم فالاندو. فالاندو اللاعب الامريكي 33 نقطة 5 ريباوند 3 اسيست 34 نقطة. شو هالمباراة الحلوة والكبيرة لجان فالاندو اللاعب الامريكي مع نادي فلسطين. والخطأ الحكم بيحسب فاول لنشوف على مين. بعتقد دبل زيرو
احمد عمري من فلسطين لصالح 33 باولو بيديكيان من الهومنتمن سيفاك سيفاك فتش على مانو تحت السلة على 3 بوينتس حلوة لفرات كليتشيان هي اللي بيسجل 3 نقط حلوة كثير للهومنتمن 91-74 مقطوعة هيدي فاست بريك كمان بشمال فراك لوتشيا فيري نايس بلاي من نمبر 5 من الهومنتمن ميتشل يلي بفوت على سلة حلوة لميتشل لعب نمبر 4 مع كولومبيا فلسطين 93-74 93-76 بنش بوينت 38 نقطة من فريق الهومنتمن البنش اللي رح نعوزهم كثير اكيد بهالبطوله ومهمين كثير بيكونوا مشان هيك جوم جايس كمان عم بخلون عم بخليهم يتحضروا ويتمرنوا منيح فلاندو ثري بوينتس واير بول طابي مع سيفاك سيفاك بيعطيها لكليتشيان يلي بفوت فيها على سله ريباوند لفلسطين تشارلز كمان ميتشل اللي صار مسجل 31 نقطة وفلاندو 34 نقطة لصالح فريق فلسطين. جود باس عم يعملوا اتس شو تايم. هايمال هومنتمن. نايس بلاي شوفوا لعبة ذكية من لوتشيان لكليتشيان. والمباراة اللي بتخلص بنتيجة 95-79 هارد لك لكولومبيا فلسطين وتحياتنا وسلام لأهلنا بفلسطين وكل اللي عم يتابعوا الرياضة وإن شاء الله على طول بتضلكم نورين موجودين بالبطولات وبالمحافل بكل شيء عم يكون بالرياضة للوجه المشرق لفلسطين عبر الوان تي في والهومنتمن بطل العرب وبطل الأندية العربية وبطل لبنان رح ننتقل نحن وياكم بانترفيو هلا مع ستيفان يلي رح تكون معه جايال ستيفان الف مبروك والحمد لله على السلامه بدنا نقول لك شفناك اليوم مرتاح وعم تقدر تسجل من المسافه المفضله عندك عند 3 بوينت خبرنا كيف حاسس حالك صرت حاسس حالك ريدي تساعد الفريق بالمراحل المقبله يعني بصراحه نحن هي البطوله جايه بكير الفريق كله متمرنين يعني 3 4 تمرينات مع بعض بدنا شوية وقت وعم تشوف الفريق جيم بعد جيم عم يتحسن، أنا بيرسونلي أنفورشنتلي صار معي إنجري من أربع خمس أيام، هلا عم برجع حاس حالي أحسن، ظهري أحسن، بس النفس بده شوية وقت كمان، إيه إن شاء الله بس إنه إن شاء الله جيم بعد جيم بصير أحسن، ثانك يو. جود لك. ثانك يو. شكرا لك جايل للي ستيفان سلامتك معي جوم جايز المدرب مدرب الهومنتمن جو وي ار سو براود اوف يو انت بتعرف قديش بحبك وي بليف ان يو وكل الناس كمان بدي اقول لك شغله كثير مهمه جو لكل المشاهدين كل اللي عم بيشوفونا هلا ما بدنا نقول السنه الماضيه نحن كنا هيك وتحضيرنا هيك واللعيبه هيك نحن اليوم بهالسنه موجودين وبرهنتوا انه هلا برابع جيم كيف عم تكونوا موجودين وهالكيمستري اللي موجوده واليوم شغلت البنش اللي حطوا 38 نقطه او اكثر البنش لانه عارف انت كانت ذكيه منك عايزهم لحتى لبعدين مباراة بكرة منا سهلة شو بدنا نحكي عنها ما ندعي الجمهور ليجوا كلهم يتابعوا الهومنتمن ضد العربي من قطر شفتهم اليوم ضد أول شيء نادي العربي القطري أول شيء بدي هني نادي فلسطين والظروف تبعه يعني ما بتسمح يلعبوا باسكتبول كومبتيتيف نادي العربي نادي كتير قوي خاصة عنده سايز كتير بالملعب يلعبوا سويتش ديفنس مزعجة لكل لاعب باسكتبول وعنده السايز بيقدروا يجيبوا ريباوندز بيقدروا يضايقونا خاصة نحن فريق ما بيعتمد على السايز بيعتمد على السرعة So, منا فريش لكس لبكرة لنقدر نركض معه لنقدر نقاتل نجيب الريباوندز لنقدر نطلع على الأوبن جيت الجيم تبعنا والرن أند جان
منشان هيك جربت لعب بس 10 دقائق كوارتر هاج وماكسيموم 15 تو 20 مينتس كريس، وحتى اللاعبين اللبنانيه مثل رستم جربت رايحه. سو بدها ليكس وبدنا جمهورنا يعطينا الضغط، بطلب منه اللي يكونوا متواجدين بكره 9:30 بهالقاعه لنقدر نلعب جيم حلو مثل ما لعبنا ضد سبورت. والبارود شرقت كمان، شرقت كل الوقت بارود. شكرا على كل السبورت طبعا من كل قلبي وكل لبنان، يعني انا مثل انا بعبر على التلفزيون بس كل العالم عم بيشجعوا هيك. ثانك يو لك باسم جوم جايس والكل، عم ندعي كل الجمهور لحتى يكونوا بكره فاذا مباراه ديربي مصريه لفرق مصريه بنحترمها كثير بالباسكتبول، يلي هن الاتحاد السكندري عم بيلعب مع سبورتنج 5:30 7:30 مع فريقكم اللبناني نادي بيروت، يلي عم بيكون بمباراة الأولى الربع نهائي للبنان. بدنا تشجيع منكم بالملعب وتحضرونا كمان على الوان تي في هالمباراة المهمة، عم بيلعب نادي بيروت ضد نادي الفتح السعودي. أما 9:30 رح نكون احنا وياكم مع بطل الأندية العربية هومنت من وطن لبنان، حامل لقب الدوري اللي رح يكون مباراة مهمة. بتمنى عليكم تجوا على الملعب يكون فول هاوس وملعب، ونكون احنا وياكم على الام تي في لايف. رح نكون مباشرة مع فرق من لبنان مع رجال من لبنان بكره، رح نكون موجودين على طول. نحن بس هيك مثل ما بيقولوا ندعيكم بتلبوا على طول وبتكونوا على الموعد وبتكونوا موجودين بالملعب وعلى التلفزيون. بنشوفكم بكره، كونوا حاضرين، جهزوا حالكم، كونوا ان شيب. باي. Let me see you jump around. Move to the south, move to the south, pick it up, get down.